رسالتي إلى الشعب المداوي. أنا الوزير السابق، إنما كنت في المعارضة صوتي كان كالريح خارق، يحرك النائمون ويعارض الكذابون. بعدما أصبحت وزيرا أصابني الشلل، والآن أنا جالس في الكواليس في مجلس النواب والمستثمرون، عفوا في مجلس النواب والمستثمرون في مجلس النواب والمستشارون. منهم ينام ومنهم يتضاربون، ليس لديهم أي جديد ولا حلول سوى النوم أو يستهزئون. بعضهم عليهم الثعب من كثرة المال وقلة العمل. والآن ها أنا أتساءل، هل إلي المزيد أو المفر؟ مهما كانت متطلباتي أو اقتراحاتي لن يستجيب إلي القدر. كل أحلامي زهقت كالبخار وانصرفت وجفت تحت أغصان الأشجار. أيها الشعب المداوي، منذ ترشحت لن يهب عليكم الريح ولا نقطة من المطر. كلما خطوت خطوة في الظلام لن يضيء عليكم ضوء القبر. وجدت نفسي منعزلا بعيدا عن ظل الأشجار، كالذئب المرعوب من العصا الغليظة الشوك يهش بها علي راعي البقر. ولن أجد فرصة للهروب أو المفر، ولن أجد الشجاعة لكي أستقل برأس مرفوع أعلى من الجبل. وبعد سكت وصمت واستسلمت وركعت لأجرتي، أفكر هي حبيبتي أتقاضها كل شهر. فأصبحت أنام وأستيقظ كل يوم لست نادما، وأفكر في نفسي وأردد وأقول، منذ ثلاثة سنوات وأربعة أشهر أعد الأيام بهذه الأصابع المكسوة بالخواتم من الذهب. نسيت الماضي والمبادئ عليها كنت ترعرعت، نسيت ثم نسيت العهود كما عهدت معشوب شعبي المعشوب سابقا بالمزيد من الخبز والمطر. والآن ليس لدي اختيار إلا البقاء على الكرسي أو الهرب. أيها المداوخ، أيها الأعشاب الجافة، من جفت أغصانه وطال لسانه سنزرعه في البساتين المساجن، وسنسقيه بعصاء غليظة الشوك والبول على وجهه حتى يغتصب. اسمعوا جيدا، اليوم مرت 3 سنوات و4 أشهر وأنا أحكم. أنا لن أستقل أبدا. أنا مستعد لا للموت بل للتقاعد قريبا، لاحق على ضمير المتقاعد قبلي سابقا. أيها الشعب المنسي أناديكم وأطلب منكم المغفرة والمعذرة. سأطلب منكم طلب وحيد. غدا أنا ذاهب إلى الخارج لكي أرتاح من النهب والكذب. أرجوكم أن تلبي إلي هذا الطلب. بعد مماتي أريد الرجوع إلى بلادي، وستضعون على قبري حجرة ثقيلة لا داعي من الهرب. ربما ستسمعون صراخي، فادعوا إلي العفو والمغفرة، لأنني على الأقل قلت لكم شيء من السر وشيء من الحقيقة. واكتبوا على جدران الحجرة: أنا الوزير الصادق، أنا البرلماني اللاحق، قد كشفت لكم سري وشرحت لكم صدري، ورجيت الله أن يغفر لكم وإلي، ولكن لن أبوح لكم كل الحقيقة ما في سري. لو علمتم
ثم لو علمتم ستهجرون كلكم إلى الخارج ولن يبقى أحد منكم في البلاد وليس للحاكم أحد ليحكم.